أهلا بكم في مرايا. العلاقات بين مصر والجزيرة العربية ولنقل السعودية ما زالت تجود بما فيها من تاريخ وتنوع وأسرار لا تقف عند حد، وقد تناولنا بعض ملامحها في حلقات ماضية. يكفي أن نتذكر أن أحد أشهر مقامات الغناء العربي هو مقام الحجاز. حقا وصدقا العلاقات أعمق مما يتخيل بعض الجهلة أو بعض المغرضين بين مصر والسعودية. علاقة الناس بالناس، العلم بالعلم، السياسة بالسياسة، الاقتصاد بالاقتصاد، الحرب بالحرب، والسلم بالسلم، والفن بالفن، وعلاقة التاريخ بالتاريخ. هنا سنحدد الكلام فقط بالعلاقة بين البلدين في مجال الغناء وفقط في العصر الحديث وفقط. سنورد نماذج مختصرة جدا جدا لدرجة شعوري بالضيم من محاصرة الوقت. نبدأ بالموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم، الأب الروحي للأغنية السعودية والذي غير من مسارها. تغنى بألحانه عمالقة الطرب في العالم العربي، وهو ملحن النشيد السعودي الوطني. وقد درس عبد الحكيم في معهد موسيقى الجيش المصري والمعهد العالي للموسيقى العربية بمصر، كما سجل في استوديوهات مصر رائعته الشهيرة طبعا يا ريم وادي ثقيف التي أذاعتها إذاعة صوت العرب، وأغنية معبد الحب، وأيضا لك عرش وسط قلبي. طارق كان أول رجل عربي يغني بالبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أمام الرئيس بوش. لحن العديد من الأغاني ولحن لعدد من المطربين المصريين اللي هم موضوع كلامنا اليوم، منهم محمد قنديل أغنية يا حمام الحرم، ولحن أيضا للمطرب المعروف المصري كارم محمود أغنية يا لابس الإحرام، كما تعاون في نهاية الخمسينيات مع نجاة الصغيرة في أغنية يلي في هواك هيمان. طارق عبد الحكيم في بواكير الغناء المصري الحديث، مغنيا زائرا ملحنا. وهنا قبس من الإبداع الحكيمي، أغنية مصرية هي يا حمام الحرم لمحمد قنديل وتلحين عبد الحكيم. رائد الكلمة الشعرية المغناة بمصر يعني من شعراء السعودية هو الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله. في عام 1971 طبعا غنت له أم كلثوم القصيدة الشهيرة والأغنية الشهيرة من أجل عينيك، من أجل عينيك عشقت الهوى، ولحنها اللحن الرائع الملحن رياض السنباطي. كما غنت له السيدة أم كلثوم قصيدة ثورة الشك، وكانت العلاقة بين الأمير والمطربة كوكب الشرق علاقة متينة. وأول مرة حسمع أم كلثوم أنا، كانت أيامها الله يرحمها تغني بدون ميكروفون، سمع 2000-3000 نفر. فجاءت وجلست معايا، سمع الحديث، قلت لها أنا أبغاك الليلة تغني لي، أنا ضيفك ومريض، تكرميني تغني لي. قالت لي إيش أغني لك؟ قلت لها تغني لي أول أغنية كل الأحبة اثنين اثنين وانت قلبي حبيبك فين، وثاني أغنية اذكريني كلما الفجر بدا، وثالث أغنية أهل الهوى يا ليل سابوا مضاجعه. قالت لي والله أغنيها لك ثلاثة. ليس فقط أم كلثوم التي شدت بكلمات عبد الله الفيصل، تغنى له عبد الحليم حافظ بقصيدة سمراء يا حلم الطفولة من ألحان كمال الطويل، وهي التي تغنى بها أيضا المطرب المصري الشعبي كارم محمود ولحنها حسن جنيد.
ثم تغنت بها قيثارة الغناء كما تلقب نجاة الصغيرة، كما تكرر تعاون عبد الحليم حافظ وعبد الله الفيصل في أغنية يا مالك قلبي من الحان محمد الموجي، تعاون العندليب الأسمر بالأغنية الشجية الخالدة طبعا حبيبتي من تكون للشاعر الأمير خالد بن الملك سعود والتي لحنها بليغ حمدي. هنا معنا مثل غني وثري وهي المغنية السعودية المصرية ربما نقول عنها وهي ابتسام لطفي، أول مطربة سعودية تصدح بصوتها عبر المذياع من جدة، تعاونت مع كبار الملحنين والشعراء المصريين وعلى رأسهم أحمد رامي الذي أطلق عليها كوكب الجزيرة وشادية العرب. ألم أقل لكم نحاول الاختصار، الاختصار قدر الإمكان وهو اختصار لما لا يختصر. طلال مداح قصة مصرية سعودية لوحدها، نلمح فقط لأنه قدم مع الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية ماذا أقول، قال عنه عبد الوهاب مرة إن صوت طلال من أجمل الأصوات التي استمعت إليها في الوطن العربي. يعني هل مثل عائلة كانت أندلسية هناك؟ عائلته من مدريد؟ مش ممكن، لازم يكون في صلة لها جذور من غير ما تدرك، من غير ما حد يعرفها، من غير ما حد يدركها، في جذور، هذه الجذور هي العربية. عرب راحوا يعني هناك مدريد ولا مش عارف. لا حقيقة شيء رائع. وكمان كون الأمير يخصك بالكلمات البديعة ده ما في شك إنها يعني تدعيم لفنك العظيم، يعني في شك أبدا، يعني دعامة كبيرة جدا منه. وإحنا يعني على حسن عنايتكم أنا والأستاذ هاني يعني يتفق معي فإن نشكر الأمير بأنه بيهتم بالأغاني وبيقدم الكلام الحلو ده، لأنه كل ترقية للأغنية ترقية لنا للفن في ذاته. يعني هذه شهادة عبد الوهاب بطلال وكانت في جلسة طرب وحديث فني مع الشاعر الأمير عبد الله الفيصل. مثال آخر هو الأمير الشاعر الغنائي بدر بن عبد المحسن الذي لحن له الموسيقار المصري المعروف محمد الموجي نص لطلب، كما تغنى طلال مداح أيضا بقصيدة آذار أقبل لأمير الشعراء أحمد شوقي. هنا نموذج فريد من نوعه وفي قصته وهي الفنانة السعودية عتاب التي حققت شهرة كبيرة داخل المجتمع الفني المصري وتبناها عبد الحليم حافظ فنيا، قدمها لأول مرة عام 1975 في حفل الربيع وقال لها بالعامية المصرية شد حيلك عاوزين الجمهور المصري يسعد بسماع الأغنية السعودية.
تعاونت بعدها مع الملحن محمد الموجي في أغنية فك القيود، وقال عنها النقاد إنها فرضت اللهجة السعودية في مصر. أما فنان السعودية الأول الآن محمد عبده، فقد كانت له صلات خاصة بالموسيقار محمد عبد الوهاب، تحدث عن تفاصيلها أبو نورة أكثر من مرة. غنى محمد عبده أغنية أسمر عبر المشهورة، ولكن وين غناها؟ في ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر عام 1973 في احتفال كبير شارك فيه أكثر من 30 مطرب عربي. يقول محمد عبده أن الرئيس السادات نفسه كان يشعر بأنني أغنيها له، فهو القائد الأسمر صاحب قرار العبور. أفرج يا قلبي وطير في سماء مصر البطولة العربية، أفرج يا طير أفرج يا طير الحرية يوم انتصار الحرية، أفرج يا طير الحرية يوم انتصار الحرية، وغني من قلبك صفحة مزهرة من صفحات الكتاب السعودي المصري أو المصري السعودي، صفحة واحدة فقط هي صفحة الغناء وفي العصر الحديث وحسب. يقول ابن خلدون الغناء هو أول ما ينقطع عن العمران عند اختلاله وتراجعه. إلى اللقاء.